الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزكيان على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا ومولانا محمد المصباح المنير في الظلمات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، محمد حبه ديني ومعتصمي، فيا عذولي بحق الله لا تلومي. محمد حبه ديني ومعتصمي، فيا عذولي بحق الله لا تلومي. ويا خليل الهوى في ساحة السقم، ناشدتك الله رب البيت والحرم، وبالذي أخرج الدنيا من العدم، أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. محمد تفتديه كل غالية من كل قاسية أو كل دانية. محمد تفتديه كل غالية من كل قاسية أو كل دانية، وقد سقاني هواه كأس صافية، فلست أدري الهوى من أي ناحية، أمن تلألؤ بدر وسط داجية، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظامي. محمد من هواه لا يرى عنة. محمد من هواه لا يرى عنة، وليس يقوى على كتمان ما ثبت، وأنت تخفي الهوى والوجد والكمة، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. محمد من هواه لا يرى عنة، وليس يقوى على كتمان ما ثبت، وأنت تخفي الهوى والوجد والكمة، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي، المنادي هو الله، والمنادى هو سيدنا محمد رسول الله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا، وشاهدا حالك هو الشهود، ومبشرا حالك هو التبشير، ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه. أول وصف وصف به ربنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أنه شاهد، وشهادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي شهادة لأمته، والشهادة مأخوذة من عالم الشهود، والشهود لا يكون إلا بالمشاهدة، والمشاهدة لا تكون إلا من حي، فالنبي هو شاهد يشهد لك ويشهد عليك. وحتى يكون شاهدا لا بد أن يكون حيا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا في قبري حي طري، من صلى علي صليت عليه، ومن سلم علي سلمت عليه. اللهم صل عليه. الشاهد هو الذي يشهد، والشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست متوقفة على الشهادة يوم القيامة، بل إنها شهادة هاهنا في الحياة الدنيا. وإلا فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا في قبري حي طري، من صلى علي صليت عليه، ومن سلم علي سلمت عليه؟ لما الحياة؟ لأن الحياة باب من أبواب الشهادة، ولأن الله قال لرسوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. أشاهد، هذا حال دائم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبشرا ونذيرا، ما حأشرح حاله، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. كلنا نعرف، ومشايخنا الكرام قالوا لنا أنه لما وصف الله رسوله بأنه سراج منير، راحوا للقرآن ليفسروا القرآن بالقرآن، لأنه أجمل تفسير للقرآن أن تفسر كلام الله بكلام الله، أجمل تفسير للقرآن أن تشرح كلام الله بكلام الله. فإجوا ليفسروا القرآن بالقرآن. قال الله، قال عن سيدنا النبي، قال له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: ليش سراج وليش منير؟ وشو هو السراج وشو هو المنير؟ قال القرآن لما ذكر الشمس في معرض الآيات، قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. فقالوا: السراج هو الشمس، وقمرا منيرا فالنبي، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. سراجا يعني الشمس، منيرا يعني قمر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا يعني شمس، وقمرا منيرا. فمنيرا هو وصف لشو؟ هو وصف للقمر. فلما الله سبحانه وتعالى عم يقلنا عن النبي، وعم يقله للنبي: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني أنت يا محمد شمس وقمر. طيب ليش شمس وقمر؟ ليش شمس قمر؟ قالوا: حاجة الأبدان للشمس وحاجة القلوب للقمر. حاجة الأبدان للشمس، فالأبدان من التراب، والأبدان كما التراب تغتذي من الشمس، فالتراب لا ينبت نباته إلا إذا أشرقت عليه الشمس، فالأبدان هي أبدان ترابية،
هي حاجتها للشمس. طيب والقلوب؟ قال القلوب تحتاج إلى القمر، فالقمر هو مهوى أفئدة العاشقين. كأني بالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت يا محمد، صلوا عليه، أنت يا محمد شمس وقمر، فالأبدان بحاجة إليك كما القلوب. الأبدان لا تتغذى إلا بإشراقة شمسك عليها، والقلوب لا تحيا إلا إذا استضاءت بأنوار قمرك، فأنت قمر القلوب وشمس الأبدان. صليت على الحبيب شان هيك قال له: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من شان هيك نحن بحاجة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجة قلوب وأرواح بس، لا، وإنما حاجة أبدان قبل أن تكون حاجة قلوب وأرواح. هيدي الأبدان بحاجة إلى رسول الله، والقلوب بحاجة إلى رسول الله. من شان هيك نحن لما منصلي على سيدنا رسول الله بصلاة الإمداد منقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها أجسامنا من جسمه، أجسامنا من جسمه، وأرواحنا من روحه، وقلوبنا من قلبه، ونيتنا من نيته، وقصدنا من قصده، وعزيمتنا من عزيمته، وتعود بركاتها علينا وعلى أهلينا. يا نور يا نور يا نور، اجعلنا نورا بحق النور. فحاجة الأبدان هي حاجة لرسول الله كحاجة التراب للشمس، وحاجة القلوب لرسول الله هي كحاجة القلوب لضوء القمر في ليلة البدر. فلا الأبدان مستغنية عن سيدي رسول الله، ولا القلوب مستغنية عن سيدي رسول الله، ولا الأرواح في غنى عن سيدي رسول الله، ولا الأفكار في غنى عن سيدي رسول الله. إن الأبدان وإن القلوب وإن الأرواح وإن الأفكار لبحاجة إلى مدد سيدنا رسول الله في حياة سيدنا رسول الله وبعد ممات سيدنا رسول الله. هو الذي قال عن نفسه: أنا في قبري حي طري لتستمد روحك من روح رسول الله، وقلبك من قلب رسول الله، وبدنك من بدن رسول الله. ألم تسمع إلى الإمام البوصيري ذاك الذي أحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه حبا حتى وصل بهذا الحب إلى أن تملك الحب أحشاءه، وفي يوم من الأيام يصاب الإمام البوصيري بشلل نصفي، بيصير معه شلل على جنب واحد. الإمام البوصيري أدرك أن جسده بحاجة إلى جسد سيدنا رسول الله، وأن قلبه بحاجة إلى قلب سيدنا رسول الله، وهو قلب متصل بقلب سيدنا النبي، وروح متصلة بروح سيدنا النبي، بس جسد الآن هذا الجسد الترابي في جزء منه دبل، بحاجة إلى جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام يكتب قصيدته التي ألقي أو سميت بتسميتين: التسمية الأولى البردة، والتسمية الثانية البرأة. قال عنها العلماء بأنها بردة، وقالوا عنها بأنها برأة.
ليش قالوا بردة وليش قالوا برقة؟ تعال اسمع معي. جلس يكتب، كان عنده شلل نصفي، فجلس يكتب بإيده اللي مش بشي، وبدأ يمتدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كتب: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضم، فما لعينيك إن قلت اكفف همت، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لولا الهوى لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم. نعم سرى نعم سرى نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب الحب يعترض اللذات بالألم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. ثم وصل ليمتدح سيدنا رسول الله فقال: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعمي. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وقف وقف الألم يكتب، وقف الفكر يرسم الأفكار، وقف اللسان عن النطق، وحط الألم وما بقى يعرف يكمل. هو الأديب، هو الشاعر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر. حتى الألم قال: فأخذتني سنة من النوم. غفي هو وقاعد، غفي هو وقاعد في وصل مباشر بين قلبه وبين قلب سيدنا رسول الله، وبين روحه وبين روح سيدنا رسول الله. قال: فأخذتني سنة من النوم، فنظرت وإذا بي برسول الله نافلا أمامي، فقلت: سيدي رسول الله، كتبت في مدحك مستشفعا فيك. وبلش بالقصيدة: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، لحتى وصل: محمد سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرب ومن عجم، لحتى وصل عن قوله: فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وباليقظة هو خلص لهان: فمبلغ العلم فيه أنه بشر. وقف، قام قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب وأنه خير خلق الله كلهم، اكتب. فهذا الشطر من البيت، هذا اسمه العجز، هذا الشطر هو من كلام سيدنا رسول الله. قال له: اكتب وأنه خير خلق الله كلهم. ثم دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهان حاجة أجسادنا لجسد سيدنا النبي، حاجة
أجسادنا كما التراب للشمس، أجسادنا بحاجة إلى شمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدنا رسول الله منه ومسح بيده الشريفة على جنبه فعاد برئا، فقام من غفلته وقام من سنته وقام من إغفاءته، فوجد بأن الله قد من عليه ببرئه بالشفاء، شال الألم، كتب وأنه خير خلق الله كلهم، ثم كتب بعد ذلك كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمام. كم أبرأت وصبا يعني مريضا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمام، ثم قال: يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاهما، بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. شو صار اسمها هيدي القصيدة؟ شو صار اسمها؟ لما نخلص خلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته يعني عبايته ولبسه ياها، فشو صار اسمها؟ قال صار اسم البردة وصار اسم البرأة. صار اسم البردة لأن النبي لبسه بردته يعني عبايته، وصار اسم البرأة يعني الشفاء لأنه بسببها وبسبب ما امتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك بابه إلى سيدنا رسول الله، ليكون رسول الله بابا من أبواب شفائه وبابا من أبواب الشفاعة له عند الله، فشفي فصارت البردة والبرأة. إذن حاجتنا لرسول الله حاجة أبدان وحاجة قلوب وحاجة أرواح وحاجة أفكار، ونحن اليوم حين نحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نولد رسول الله من جديد. رسول الله ولد وأشرق بولادته نور أضاءت له قصور الشام، وانطفأت نار الفرس، وتصدع إيوان كسرى، كل ذلك كان من إرهاصات ولادة سيدنا محمد رسول الله. ولكن ما نولده هو تلك المحبة التي صارت تخبو في القلوب وصارت تتضاءل وتضعف، ما نولده هو تلك الحاجة التي نحن بحاجة فيها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أنا سعيد بأن أجتمع معكم ها هنا في هذا المكان وعلى هذه الأرض لنحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مولانا وحبيبنا وأخونا المربي الشيخ عزام حفظه الله، هذا الرجل الذي أسأل الله سبحانه أن يجعله مشكاة تنطلق منها أنوار الحبيب المصطفى في هذه القارة وفي هذا البلد، مع إخوانه في جمعية رحمة، مش الرحمة رحمة، لأن الله سبحانه ولأن رسول الله قال، الله قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة، وهو قال عن نفسه إنما أنا رحمة،
بدون أل. فهن جمعية رحمة، يعني جمعية النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي وعشق النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كم نحن بحاجة في هذا البلد إلى أن نعيش حب سيدنا رسول الله، واقتداءنا بأخلاق سيدنا رسول الله، وسلوكنا على منهج سيدنا رسول الله بأخلاقه وسلوكه وتطبيقه. أنا مسرور جدا بكل هذا، ومسرور أكثر ببشارة ربما يحدثكم عن تفاصيلها مولانا الشيخ عزام. أنا ما معي خبر كيف مولد وما في مولد، عم احكي مع مولانا على الواتس أب كيفك وإن شاء الله منيح وتمام. قام بعت لي دعوة المولد، بعت لي دعوة المولد، فأنا ما كنت جازم المجيء السبعة، والشباب كانوا عم يسألوني بتجي، قلت لهم عندي أكثر من سفر وما بعرف بيجي ولا ما بيجي. فبعت لي الدعوة وقال لي إن شاء الله منتبارك فيك، قلت له منتبارك فيك يا سيدنا. بعدين رديت له، قلت له إن شاء الله أنا بشوف الموضوع وبرد لك. ما قال لي شيء، ما رد لي شيء، قلبه قاسي علي بس هو قلبه حنون. ما قال لي شيء، قال لك بدي أشوف هذا بيجي لوحده ولا كيف. فبعد كم يوم بعثت له أنه إن شاء الله مولانا أنا بكون معكم باحتفال ذكرى ولادة سيدنا رسول. قال لي إذا الموضوع هيك معناته أنا صار بدي خبرك. شو بدك تخبرني يا سيدنا؟ بتقول لهم أنت ولا أنا بقول لهم؟ بتقول لهم أنت يا سيدنا؟ فقال لي أنا بدي خبرك، شوفوا البشارة. قال لي حخبرك، أنا شفت من كام سنة بالرؤية أنه نحن في مجلس نحتفل فيه بمولد سيدنا رسول الله، وأنت كنت معي وحضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي أنا هيدي الرؤية شفتها، وكان عندي يقين من لحظتها أنه أنت بدك تجي، بس أمتى ما بعرف. وأنا كنت بكل ذكرى مولد لمحلك، هو مولانا كان يلمحلي، يبعث لي أنه نحن بدنا نحتفل بالمولد. أنا المحروم، أنا المحروم، ومدري شو كنت عامل شي منو منيح، فكان الله حاجبني عن أني يكون معكم بهيدي الذكرى. قال لي كنت أنا أتحشر فيك بس ما أقول لك شيء، بس هلأ إن شاء الله هذا وقته. فأنا إن شاء الله ببشركم، أنا ما إلي على، أنا من مش أنا، هذه بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة حبكم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة صلاح وطيبة قلب مولانا الشيخ عزام، وبركة آثار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة بيننا، وبركة هؤلاء المداحين الذين أنفقوا الأيام والساعات والسنين يمدحون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا على يقين، وأنتم كونوا على يقين بأن هذه الجلسة وهذا الذكر يحضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيكون على يقين بيعيش مع النبي فيه، واللي ما بيكون على يقين ما بيعيش. والله أكرمنا أكثر بمحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح استلم عمل إنمائي بالمنيا، بس هو محب لسيدنا رسول الله، وكان يبكي بمجالس الذكر ومجالس المولد. وأنه يكون معنا اليوم أخونا الحاج عماد مطر رئيس اتحاد بلديات المنيا، الله ساقه في هذا الوقت وجمعنا به في هذه المناسبة أنه أيضا نكون. هيدي من فضل الله علي وعلاه، فضل الله على كل واحد، على كل واحد فيكم. أنا بدي أشكر شيخنا وحبيبنا ومشايخنا آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخونا الشيخ أيمن دكتور، أنه اجتمعنا نحن وياكم بهذا المكان نحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا برسول الله وطاعة لسيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. ودي لكم وصية أخيرة،
ديروا بالكم على الشيخ عزام، ديروا بالكم على الشيخ عزام، بركتنا محبتكم أخوتكم وقوفكم إلى جانبه هذه بركة لهذا البلد. إن شاء الله الله يرحم هذا البلد بسيدنا رسول الله وبأحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغصن إذا رآك مقبلا.